يعني موقف كده كوميدي حصل لك يا كابتن؟ يعني احنا سمعنا عن موقف الميكروباص قبل كده وموقف الكوبري، فاحكي لنا كده عن موقف كده كوميدي. والله هو في موقف مش كوميدي يعني، كنت اتمنى ان هو يحصل بس انا ما لقيتش يعني. كان في ماتش الاهلي والزمالك 2018، فكان كابتن الفريق هنا في الاهلي كان حسام عاشور، وتقريبا هنا كان جنش، فانا عارف ان في طبعا توتر من قبلها، شيء طبيعي في ماتشات اهلي وزمالك، تحس ان انت الامور والاعلام والدنيا يعني مكبره الموضوع قوي، مكبره، وفي اي ايام قبل الماتشات دي بتبقى الامور مساعدها شويه، فانا ما كانتش مساعدها خالص يعني. انا كان الماتش ده يعتبر الاهلي خد الدوري يعني، الاهلي كده كده واخد الدوري والزمالك عايز يعمل حاجه يعني، فهو الماتش كان بالنسبه للاهلي احنا واخدين الدوري وبرده، لكن ده ماتش اهلي وزمالك. فانا جبت حسام عاشور وجبت الونش، فقلت له الجنش، فقلت له فبنعمل احنا قبل واحنا نازلين قبل ما نروح الاصطفاف، فقلت لهم يا شباب احنا عايزين نسلم على بعض يعني، اللعيبه تدخل تسلم على بعض ويبقى في نفك طيب التنشنه. فقالوا لي ماشي يا كابتن حنفي ما فيش مشكله. عملت التوس دب دب، راحوا تصوروا طبعا، بيروحوا يتصوروا الاول وبعدين ببص ما لقيتش حد جنبي. سلام يا جماعه، سلام يا جماعه، مش قلتوا لي هنسلم؟ انا كابتن حنفي، ما انا جيت اسلم وهو اداني ظهره، فانا قلت يا نهار ابيض، فانا بحاول المها لقيتها اتبعطرت، لقيتها اتبعطرت، فخلاص بقى اتبعطرت. حاولت تهدي يعني، دايما الحكم المفروض يبقى نازل يعني محاوله منه انه يهدي الاجواء بين الفريقين من الاول يعني. في شك حسب ظروف المباراه ليها دور، واجواء اللعيبه ليها دور كبير، لكن انت مش شغلتك ان انت يعني مثلا لعيب مش عايز يهدى، انت بتحاول تهدي، وفي حاجات كتير احنا بنعملها على فكره ما بتبقاش بتبقى في الكواليس، انتوا كجمهور ما بتاخدوش بالكم منها. ان احنا بنتكلم مع اللعيبه مثلا يجي لعيب مثلا هو متضايق مثلا، على فكره ممكن اللعيب اصلا يشد مع زميله وانت مش سامعه، انت كجمهور مش سامع، ما تلعب راجل يلا ومش عارف ايه، ما انت ما تكلمنيش كده، لا اكلمك، حاجات مقبوله. زمايل نفس الفريق حاجات مقبوله، انا ممكن ادخل ما بينهم اهدي، خلاص يا ياسين، خلاص يا صاد، خلاص بقى انا سامعكوا، عشان ما الريتم ما يعلاش، لان ممكن الريتم يعلى يقول حاجه، فانت تبقى انت ليك موقف ساعتها، فبتحاول ان انت تسيطر على اللي موجود ده، لان الموجود ده مقبول وبيحصل في اي حته في العالم. لو الفريقين بقى ضد بعض وواحد عصب التاني لو حصل حاجه برضو مقبوله بتقدر تتحكم فيها وتقدر تلمها، ممكن تلمها واللعب شغال يعني، في حاجات اللعب شغال انت بتلمها وانت ما تاخدش بالك منها يعني، انت كجمهور ما تاخدش بالك منها، لا في حاجه مشكله كانت هتحصل وخلصها الحكم ولمها وعرف يلمها وانتهت، لكن في حاجات كتير احنا بنعملها انتوا كجمهور ممكن تشوفوها شايفينها يعني.